علامات ممكن تحصل في جسمك وانت مش عارف سببها ايه، والعلامات دي ممكن تشير الى وجود مشكلة في القلب. ومشكلة القلب ان العلامات بتاعته اللي في البداية بتبقى علامات غامضة او غير ظاهرة، يعني علامات خفية، وكمان بتظهر لا قدر الله لما المريض بيشتد عليه الالم ويبدأ يحصل مشكلة في القلب. فعلشان كده مهم جدا ان احنا نعرف العلامات التحذيرية اللي بتشير الى وجود مشكلة في القلب، ولازم نفحص ونطمن علشان لا قدر الله ما يحصلش مشكلة اكبر. اول العلامات دي هو الشعور بالتعب، والتعب ده بيكون غير عادي، يعني بدون اي مجهود العيان بيجي يقول انا كنت كويس لكن بقيت بحس بالارهاق وبحس بالتعب وبحس ان انا جسمي مش كويس زي ما كنت طبيعي قبل كده. تاني العلامات دي هو الشعور بالتوتر، وان المريض دايما بيبقى متوتر وبيحس بالام في اجزاء مختلفه من الجسم، زي ممكن يحس بالالم ناحيه الكتف اليسار او ناحيه الرقبه او الفك او حتى الاسنان، وكمان الالم ده ممكن يجيله ناحيه البطن من الاعلى ناحيه اليسار او من الظهر. ثالث العلامات دي هو حدوث تورم غير عادي، خصوصا في القدمين او في الساقين، والتورم ده يا جماعه بيحصل في الناحيتين، يعني بيحصل في الرجلين، دي برده من العلامات اللي ممكن تدل على وجود مشكله في القلب. رابع العلامات هو القيء او الغثيان والاحساس بالاختناق، ودايما تحس ان العيان مش قادر ياخد نفسه وحاسس دايما ان هو بياخد نفسه بصعوبه. خامس العلامات هو الاغماء المفاجئ، ممكن المريض يكون بيمارس اي نشاط او حتى بدون مجهود وفجاه لا قدر الله يغمى عليه، دي كمان من العلامات اللي انا لازم ما اهملهاش وممكن تدل على وجود مشكله كبيره في القلب. العلامة اللي بعد كده هو ضيق التنفس، وان العيان بيحس بضيق التنفس سواء من الانشطة اللي هو بيعملها بشكل يومي او حتى مع الراحة، بتحس بصعوبة ان هو مش قادر ياخد نفسه وفي مشكلة في التنفس بتاعه. العلامة اللي بعد كده هي عدم انتظام ضربات القلب، العيان هيحس بخفقان، يعني هيحس بضربات قلبه، وكمان يحس ان في ضربة زيادة او الضربات بتاعه مش منتظمة بشكل كبير ودايما بيحس بيها. العلامة الأخيرة وهي التعرق بشكل غير معتاد، يعني المريض بيكون قاعد كويس مفيش أي مجهود ولا حاجة، بيحس إن جسمه بدأ يعرق جامد وجسمه بردان، فده كمان علامة بتشير إلى وجود مشاكل في القلب. فإحنا لو لقينا العلامات دي يا جماعة لازم نفحص القلب بتاعنا بشكل كويس جدا علشان نطمن على صحته.